بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج قبل أن يزداد الأمر سوءا وتكبر مشكلتك وبعدها لا تجد لها حلا أبدا. تكبر في العمر فلا تتزوج، تكبر المشكلة فلا يشفع لك فيها أحد، يكبر دينك فلا تستطيع أن تقضيه، يكبر داؤك فلا تجد من يشافيه ويعافيه. قل دائما وأبدا 70 مرة: يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. بعد كل صلاة فريضة وأنت ساجد، وانظر إلى الخيرات وسرعة الإغاثة من صاحب الزمان سلام الله عليه لك فورا. فقبل أن تسوء الأمور أكثر وأكثر وأكثر، لا تترك هذا النداء الذي هو بمثابة الاسم الأعظم، كما قال آية الله الشيخ الأنصاري، كما قال آية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي: ولطالما قد قضيت الحوائج ببركته بسرعة. خصوصا الطلبة كذلك، يعني في الامتحانات قبل أن يذهب إلى الامتحان أو في ليلة الامتحان لا بأس أن يستغيث بإمام زمانه أن يوفقه للحفظ، أن يدعو له أن يكون فاهما، أن يكون حافظا، أن يكون ذكيا. لا بأس بأن أطلب منه ذلك. كيف بهذه 70: يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. هذا الامتحان صعب، أنا قليل الحفظ، أنا قليل الذاكرة، أنا لا أسيطر على المادة. فيدعو لك صاحب الزمان بالتوفيق في الدراسة، بأن تكون لديك حافظة قوية، ذاكرة قوية، ذكاء فهم، فطنة، إلى غير ذلك. هو مجرب لكل شيء. برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.